مشاهدينا الكرام، مرحبتين بكم جولة جديدة من جولات أسواق على قناة تبادل. زيارتنا اليوم داخل مدينة طرابلس وتحديدا لصالة التلة للملابس الإيطالية، واللي رح نعرفه من خلالها أسعار الملابس قداش داخل صالة التلة، خصوصا وأن الملابس موجودة لكافة الأعمار سواء كانت رجالية نسائية أو حتى أطفال. نمشي مع بعضنا ونشوف أحد المسؤولين داخل الصالة ونعرفه من خلالها الأسعار قداش. طبعا معنا احد المسؤولين داخل صاله التله. بدايه عرفنا الاسم. احمد الغرياني. اهلا وسهلا بك اخوي احمد. حاليا احنا في جناح الاطفال سواء كانوا مواليد او في اعمار مختلفه عند السنه والسنتين. خلينا نعرف مع بعضنا شنو هي الخامات اللي موجوده عندكم والماركات ايضا الايطاليه الموجوده داخل صاله التله، وفي نفس الوقت اسعارها قديش تعتبر، خصوصا انه في بعض الاسعار يعني تختلف. الأسعار ما يعتبر السعر موحد في الصالة كلها. ايه مزبوط، عندك المواليد احنا مدارين بسعر موحد 15 دينار كلها المواليد، تمام. عندك الفانيليا هذه في منها عندنا كانت لونين، لون رصاصي ولون الحني. رصاصي تم على سحب هلبة، تمام. ونجو هنا عندنا توب صوفي الوقت توشته، فهمت علي؟ ونخدم بماركة واحدة احنا او في اس ايطالية، تمام. عندنا الخامة هذه هي قطنية حتى هي مواليد، الأعمار من 6 شهور لسنة، تمام. نجو للبنات مواليد، تمام. خلينا نشوف الـ 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 البنات وش عندهم من يعني تصميمات من أوفيس، ونعرفوا أكيد حتى هم سعرهم موحد يعتبر 15. إيه حتى هو 15 مواليد كله. عندنا الفانيليا هذه مواليد تبدأ الأعمار من 6 شهور ل3 سنين، فهمت علي؟ وعندنا منها على الرصاصي وعلى الابيض. السحب كاتر احتوي على لون الابيض. ايوه هذه اللون الابيض. في منها على الرصاصي، تمام. من جوا عندنا احتوى جيبوتي مواليد اطفال. هو السعر هذا 15 دينار. دايرين فيه تخفيض احنا. مارك توفيس الايطالية. الاعمار من 6 شهور وانت طالع لسنتين. تمام. ونجوا هنا عندنا فانيليا فوقها زي الجاكيت هيك. خريفية هيك. تعتبر من المواليد. مواليد من 3 شهور هذه عندنا منها لسنة سنة ونص. عندنا منها لونان، عندنا على الأحمر هيك وعندنا على الرصاصي هو. تمام. طيب نجو لي هذا بالنسبة للمواليد الأطفال. أيضا ما زال فيه خلينا نقول البدالي همام تاع المواليد يعتبروا أسعارهم ب 15. لا عندنا الخفيف 15 والغليد زيك الشتوي ب 20، فهمت علي؟ وعندنا أعمار من 3 شهور وانت طالع ل3 سنين. تمام. هذه بنات، هذه تعتبر غليظة لك. ايه هذه غليظة، هذه ب 20 دينار هذه حسوم. تمام. باي خلينا نمشي مع بعض احمد ونشوفوا جانب ثاني واللي هو العمر المحير. اكيد موجود عندكم العمر المحير واللي محير الناس اليوم في يعني من خلال التسوق. خلينا نمشي مع بعضنا ونشوفه ان شاء الله. جو هنا عندنا قسم الاطفال البنات المحاير سن حاير، تمام. عندنا هنا فانيليا سن حاير. سن حاير هو يبدا الاعمار من 9 سنين وانت طالع لل14، تمام. مارك توفيس الايطاليه. عندنا هذه تو خريفيه، تمام. وعندنا هيك شتوي صوف، هذه قطن. هل سعرهم يعتبر زي المواليد يعني ولا السعر موحد؟ الحاير سعر موحد 20 دينار كل فانيليا، تمام. جو هنا عندنا الداخليات حتى هم سن حاير، داخليات كم كامل صوفية مارك توفي. السعر هذه 10 دينار، تمام. جو هنا عندنا جاكيت، عندنا هذا جاكيت سن حاير، الأعمار من 9 سنين لل14 سنة. في عندنا لونين، عندنا لون رصاصي ولون هذا النمري تايجر. يعتبر خريف يا أحمد. لو في عندنا كانت عندنا منها خامات في الغليظة وفي اللي صوف في اللي خريفية، لكن بالمجمل يعني لما نتكلموا الأغلى سعر يعتبر أو الأعلى سعر 20 دينار. أعلى سعر 20 دينار، ما عندناش حاجة فوق 20.
باي بالنسبه للعمر المحير للاولاد باعتبار احنا اخذنا عينات من الملابس البناتيه للعمر الحير، هل موجود عندكم للاولاد سواء بنطلونات او يعني الملابس تبع الاولاد في من سن العشر سنين خلينا نقول ال 14 سنه؟ في موجود عندنا كل شيء. خلينا نمشي مع بعضنا ان شاء الله. تفضل. طبعا هنا عندنا الولاد عندنا سن الحاير اليوم التسع سنين لل 14 سنة تمام، عندنا فانيليات هيك جبطيات صير عليها مسحب كبير يتم فيسع تمام. الفانيليات طبعا سن الحاير هذا كله 20 دينار، ما عندناش حاجة فوق ال 20، ماركت اوفيس الإيطالية تمام. لو تكلمنا على التشكيلات الموديلات الالوان شو موجود في منها خصوصا في يعني فانيليات تعتبر فانيليات مثلا زي السواري هادو الامريكانيه يعتبر عليهم سحب، هل في منهم يعني تشكيلات تانية بنفس التشكيل؟ في عندنا توسه السوريه هذه اللي تكلمت عنها انت، عندنا منها على الازرق هافت هذا وعندنا منها على الاخضر اللي هو الزيتي تمام. عندنا الفانيلي هذه اللي هي لون ابيض في منها اسود نفس التصميم تمام. لا هذه مش نفس هذه الزيتية، حتى هي نفس الخامه تختلف في التصميم تمام. جو هنا طبعا احنا دايرين الاعمار الصغيره لطه والاعمار الكبيره تدريجيا فوق تمام. هذه سعر 20 دينار ماركت اوفيس الايطاليه، الاعمار تبدا من 9 سنين وانت طالع لل 14 سنه. هذا بالنسبه للاولاد. لو تكلمنا على البنطلونات هم موجوده؟ طبعا هنا عندنا بنطلونات توتا تمام اللي هو هيك، عندنا الخفيف وعندنا الغليظ، توزيع الغليظ هذا ب 20 دينار تمام، هذا 20، وعندنا الثانيات تاع 15 اللي هو زي هيك هذا ب 15 دينار تمام. في منه خريفي، لو خريفي يعتبر يمشي حتى داخلي هو 15 دينار تمام. هذا بالنسبة لجناح الأولاد أو ستاند الملابس الأطفال العمر المحير يعني نتكلم عليه من 10 لل 14. هذا هو تمام. كل الشكر والتقدير ليك أكيد أحمد على كل المعلومات اللي وفيتنا بها حول هذا القسم داخل شركة التلة أو صالة التلة للملابس. أكيد نتلاقوا في جولات تانية بعد إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام جولة اليوم من جولات أسواق على قناة تبادل، بعون الله لنا لقاءات أخرى في جولات قادمة. إلى ذلك الحين كنت معكم أنا أحمد جمعة، دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.